أنه يعاني من كثرة الوساوس في طلب العلم حتى أنه يفكر في ترك طلب العلم لكي لا يصبح حجة عليه، فما هو رأيكم؟ هذا من الشيطان يقول لك لا تعلمه من سر حجة عليه. تعلم واعمل يا أخي، تعلم واعمل على سما يصير حجة عليه. أما إذا تركت طلب العلم فقد تركت طريق الهداية، كيف تهتدي بدون علم؟ لازم من العلم. فلا يغرك الشيطان يقول لا تعلمهم من يصير حجة عليك، ولا الصوفية يقولون لا تعلمون تشتغلون بالعلم يشغلكم عن ذكر الله، تفرغوا للذكر لأن المقصود الذكر، تفرغوا للذكر. فأضلوا الناس والعياذ بالله بهذه الطريقة، وزهدوا في العلم والعلماء. نعم.